أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث مخصصة للحديث عن عودة وباء الكوليرا إلى البلاد. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 166 حالة وفاة بوباء الكوليرا في مختلف أنحاء اليمن منذ مطلع العام الجاري. المنظمة أكدت أنها رصدت أكثر من 97 ألف إصابة في مؤشر على ظهور موجة رابعة من الوباء. قال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط أحمد المنظري إن لديهم الأدوات اللازمة لاحتواء تفشي وباء الكوليرا في اليمن، وأضاف أن الأمراض التي تهدد حياة الإنسان مثل الكوليرا يمكن الوقاية منها وتتطلب نهجا متعدد القطاعات مع إشراك المجتمع. أن تضع الحرب أوزارها في البلاد لا يعني خروجها من نفق الموت والمعاناة التي تلاحقها من وقت لآخر. قاتل قديم وجديد عاد ليحصد أرواح السكان في البلاد التي تعاني الإهمال، تمثل في انتشار متسارع لمرض الكوليرا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث أضحى سكينا يحز رقاب المواطنين يوما بعد آخر. موجة الكوليرا الجديدة تأتي بعد ثلاث موجات سابقة اجتاحت البلاد منذ عام 2017، في وقت تعاني فيه البلاد من تدهور حاد في الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي جراء الحرب المستمرة التي ألحقت خسائر فادحة بالبنى التحتية. منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها إنها سجلت وفاة نحو 166 حالة في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري، وإصابة نحو 100,000 شخص بالوباء جلهم في محافظات إب وريمة وذمار. تسارع انتشار المرض دفع مختصين إلى التحذير من اتساع رقعة المرض إذا لم تتخذ تدابير صحية عاجلة تحول دون ذلك، خاصة مع قدوم موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى انتشار أوسع للأوبئة. وخلفت الحرب التي افتعلتها ميليشيا الحوثي منذ أكثر من 4 سنوات أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، تسببت في انهيار القطاع الصحي وتفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية في البلاد. وتخشى المنظمات الدولية من انتقال المرض إلى مرحلة الوباء، الأمر الذي قد يهدد حياة الملايين من المواطنين، خصوصا في ظل تردي الخدمات الصحية والبيئية التي تعيشها البلاد. ويرى مراقبون أن أي انتشار لوباء الكوليرا قد يمثل عبئا إضافيا لملايين المواطنين الذين يعانون أيضا سوء تغذية ومجاعة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من تعز الناشطة المجتمعية أسمهان علي محمد. أهلا بك سيدة أسمهان. إذا يعني بداية، كيف يمكن الحديث أو ما هي من وجهة نظرك أسباب تسارع انتشار وباء الكوليرا وعودته، هذه الموجة الثالثة كما نقلت كثير من وسائل الإعلام؟ أو الرابع. طيب الله أوقاتك. طيب الله أوقاتكم. أولا حقيقة الكوليرا تدق أبواب المدينة مرة ثالثة كما قلت يا أخي. الإحصائيات الواردة عبر الإحصائيات الصادرة عن إدارة الترصد الوبائي في مكتب الصحة إحصائيات مرعبة، حيث أنه استقبلت المستشفيات 3781 حالة كوليرا، تمام؟ ومديرية التعزية أخذت النصيب الأكبر حيث أنها تستقبل 888 حالة كوليرا، تليها مقبنة ثم ماوية ثم القاهرة ثم المظفر والشنايتين. الكوليرا الآن بدأ ينتشر، هناك حالات مؤكدة حوالي 198 حسب إدارة الترصد في مكتب الصحة، 198 حالة مؤكدة و781 حالة منها 198 الذي هي مؤكدة عبر الفحص الزراعي خلال 2019، خلال هذا العام فقط هذه الإحصائيات. الأرقام كما قلت لك أخي مرعبة. النتيجة طبعا أن تعز الآن تمر بموسم جفاف غير عادي وغير معتاد، شحات المياه فيها، المياه غير صالحة للشرب في معظم مناطق تعز، أيضا انهيار البنية التحتية للصرف الصحي، حيث أن المجاري أصبحت تنضح إلى الشوارع، القمامات المتكتشة، المياه الغير صالحة للشرب كما قلت لك، أيضا المستشفيات غير معدة جيدا لاستقبال هذه الحالات. داخل مدينة تعز لا توجد إلا مستشفى الثورة التي تحتوي على زاوية للإرواء، وعندنا مستشفى الخليفة في التربة، والبرح في ومستشفى البرح في البرح.
يعني حتى المستشفيات غير مؤهلة جيداً لاستقبال هذه الحالات أو غير مدعومة بشكل جيد. أيضاً تحتاج إلى حملات توعية، لأن الكوليرا أيضاً ما يزيد انتشارها مهما حاولنا أن نوفر المعالجات لها. أهم معالجة للكوليرا هي التوعية في المنازل والتوعية في المدارس وفي الجوامع وفي كل الأماكن التجمعات للناس. أيضاً الإسراع برفع القمامة المتجددة في الشوارع، إصلاح شبكات الصرف الصحي، وعمل كل ما من شأنه أنه يوفر مياه صالحة للشرب. اليوم المياه داخل تعز غير معظمة غير صالحة للشرب، وارتفع قيمة الواية الماء حتى وصل إلى 12,000. نعم نعم طيب، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا سيدة أسمهان. أرحب بمن ينضم إلينا من ريمة، منسق الصحة والإصحاح البيئي في جمعية الهلال الأحمر محمد مسعد. سيد سعد، ما هي آخر الإحصاءات لديكم أنتم في جمعية الهلال الأحمر فيما يتعلق بوباء الكوليرا في ريمة تحديدا؟ ما زال الوباء مستمر. طبعا اخذ حالات الاحصائيات 31 حاله وصار ما يقارب 2000 حاله اشتباه. فرق الاستجابه السريعه التابعه لمكتب الصحه ومتطوعيها نحن تبذل جهود على ارض الواقع. نحن نحتاج الى تدخل في الاصحاح البيئي في بالذات في مجال الصرف الصحي، ونحتاج الى مراكز معالجه الاسهالات في مناطق الفاشيات الوبائيه لكي نتمكن من عزل الحالات المصابه. كذلك نحن الان في طور تخطيط مع شركائنا في الحركه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر بالشراكه مع مكتب الصحه العامه والسكان للتدخل بشكل متنافق، حيث سنتولى نحن الهلال الاحمر سنتولى الجانب التوعوي والجانب الاصحاحي مع توزيع مواد نظافه، نتولى فرق مكتب الصحه جانب المعالجه وجانب السيطره العلاجيه. طبعا لكن هناك خلل كبير جدا في منظومه الصرف الصحي، البيارات ومصادر المياه غير مامونه. نتمنى من البقيه ان يسدوا هذا الخلل والتدخل من حيث هذه الناحيه. هناك تفشي كبير للوباء، حالة مراكز المعالجه المائيه المعالجه الاسهالات المائيه وصلت الى حدود الطاقه الاستيعابيه، مما جعلنا نمد المراكز خيام لاستيعاب المزيد من المرضى، وكذلك بعض المراكز تحتاج بعض الحالات تحتاج الى عزل. بالتالي جمعيه الهلال الاحمر تمد المراكز خيام من اجل العزل ومن اجل الطاقه الاستيعابيه الاكبر. الوباء في تفشي، نحن قادمون على مرحله امطار، الامطار ستحسم الوضع، لابد من تدخل في مجال الاصحاح في مجال المياه، مهم جدا ونناشد جميع المنظمات التدخل. يعني انت تتحدث عن المنظمات الدوليه ام من؟ لان منظمه يعني في الاخير جمعيه الهلال الاحمر هي احدى هذه المنظمات. ايضا هناك من يتحدث على يعني عدم وجود لدور داخلي قبل ان يعني ان يكون هناك حديث عن ادوار خارجيه. الدور الداخلي المكتب الصحي يعمل بالموجود، الموظفين الصحيين بدون رواتب لاكثر من 30. المنظومه الصحيه ضعيفه من قبل الازمه وقبل الوباء. محافظه ريما محافظه مهمشه من حيث المشاريع من الفتره السابقه والفتره اللاحقه. بالتالي المنظومه الصحيه هي لا يوجد مراكز صحيه قريبه في مناطق الفاشيه الوبائيه، لا يوجد. كيف تتوقع اي تقصير؟ يعني هو الموجود يعمل بفن الموجود. بالنسبه لجمعيه الهلال الاحمر تعتبر اول المستجدين لمحاضرينا، وقمنا بتدخل بعد اسبوع من الوضع، ولا نحن في صدد تدخل. نعم سيدي. والمنظمات العامله في مجال الوص ومجال الصحه التدخل. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد سعد. أعود إليك دكتور سيدة أسمهان، يعني في سياق هذا الوضع، هذه كما يعني تحدثت المقدمة لم تكن الموجة الأولى، هناك موجات ماضية حدثت وكانت هناك تحذيرات أيضا، وكانت هناك عدد كبير من الوفيات خلال السنوات الماضية.
كيف في وسط كل ذلك تقيمين دور الحكومة في التعامل مع ملف وباء الكوليرا ومع يعني التجهيز لما يبدو أنه موسم في نهاية المطاف تنتشر فيه الكوليرا وتنتشر فيها حالات الإسهالات المائية الحادة؟ والله يا أخي حالة الوفيات طبعا إلى 19 مارس 2019 بلغت 10 وفيات في تعز. اللي أقوله إنه الدولة قامت ببعض مهامها المتمثلة في التطعيم ضد وباء الكوليرا الذي حصل في منطقة القاهرة فقط في مديرية القاهرة فقط. كنت أتمنى أن تنتشر هذه التطعيم في المظفر وفي التعزية وفي المقبنة وفي القاهرة وفي باقي المديريات حتى نتمكن من محاصرة الوباء بشكل جيد. أضف إلى الوضع الأمني الآن متدهور منذ أيام، والوضع الأمني في تعز متدهور، وهذا أيضا ينبئ بكارثة غير عادية، حيث أن الوضع الأمني غير مستقر. المستشفى الوحيد الذي يستقبل حالات الكوليرا هو المستشفى الجمهوري، وكان أيضا يساهم معه مستشفى مظفر. المستشفى المظفر اليوم كان يعلن نداء استغاثة نتيجة الوضع الأمني وحصول حروق داخل المستشفى. أيضا مستشفى الجمهورية صعب الوصول إليه، مما أدى إلى أنه مريض الكوليرا أين سيذهب؟ يعني هذا فاقم الوضع الأمني، أيضا كان له أثر سلبي على القطاع الصحي. أيضا لم أشاهد صراحة هذه المرة تجاوب من كثير من المنظمات مثل المرات السابقة، يعني في المرات السابقة حملت توعية كبيرة، كانت على الأقل مياه الشرب متوفرة أفضل من الآن. الآن مياه الشرب غير متوفرة، حملات التوعية أصبحت قليلة جدا، المستشفيات التي كانت أو نقاط الإرواء التي كانت تستقبل حالات الكوليرا كانت أكثر من نقطة إرواء. الآن لا يوجد غير مستشفى الجمهوري، وأحيانا مستشفى المظفر يستقبل، ولكن الحالة الصعبة ربما يرسلها إلى الجمهوري المستشفيات الأخرى لا حياة لمن تنادي. هنا أرى أنه هذه المرة كانت دور الحكومة غير موفق كالمرات السابقة، كما في المرات السابقة. وهذا صراحة أيضا الانشغال بالوضع الأمني أخي داخل المحافظة ربما هو الآن هو شغل الشاغل للسلطات المحلية، وغض النظر عن الملف الصحي، فهذا يزيد الوضع سوء ويزيد الوضع كارثة. يعني اليوم إحنا مع الناس ما يفكروش بالكوليرا، الناس يفكروا الآن بالوضع الأمني المتفاقم داخل المدينة. طيب في هذا السياق يعني تحدث السيد سعد من ريما عن الاحتياج إلى الآن لدور المنظمات الدولية، كيف هو الأمر بالنسبة لتعز؟ كيف تقيمين دور المنظمات الدولية في مكافحة الوباء؟ حقيقة منظمة الصحة العالمية واليونيسيف هي التي دائما تعمل في هذا المجال، ولكن قلت لك هذه المرة لم يكن العمل جاد كالمرة السابقة. يعني المرة هذه حتى نريد توفير مياه الشرب، كان هذا من المهمات العالية جدا، لأن الكوليرا تنتشر نتيجة أكثر شيء تنتشر نتيجة وجود المياه الغير صالحة للشرب، وبالتالي كان لازم يكون دور المنظمات هذه المرة يكون أقوى. ربما لأنه قلت لك الوضع الأمني أيضا داخل تعز غير مشجع للمنظمات، فكان هذه المرة دورها قاصر نوعا ما. أحس أنه ما فيش اهتمام زي المرة السابقة. شكرا لك سيدة اسمهان علي محمد الناشطة المجتمعية، كنت معنا على الهاتف من تعز. أعود إليك سيد محمد سعد، يعني في سياق قدرة الأهالي على التعامل الآن مع هذا الوضع، يعني وهذه الحالة أو الموجة الرابعة كما تقول الأنباء وكما تعلن المنظمات الدولية، كيف يمكن للأهالي مقاومة هذا الوباء في ظل قصور أو الضعف في أداء المراكز الصحية، وكذا غياب كما يبدو للدور الفاعل للمنظمات الدولية الكبيرة التي طالبت بدور أكبر لها أنت قبل قليل؟ بالنسبة للسكان طبعا الاهتمام بالنظافة الصحية وطهي الطعام جيدا، وكذلك غسل اليدين بالصابون بعد قضاء الحاجة، عمل بيارة أو حتى ولو حفر، وإبعاد البيارة عن مصادر المياه شيء مهم جدا كي يتوفر فشل الوباء. كذلك عند الإصابة بحالة إسهالات مائية يجب إسعاف المريض أو إبلاء إلى مراجعة أقرب مركز أو دعوة إلى أقرب مركز للتعامل مع الحالة. زيادة عدد حالات الوفيات بسبب أن الأهالي أو السكان غير واعيين، هناك إلا ضعف في الوعي وفي التعامل مع الحالات الكوليرا،
وبالتالي تزداد حالات الوفيات. فتوعية المجتمع كيفية التعامل مع المرض أو الإصابة مهم جدا في السيطرة على الوباء، وكذلك العزل، مسألة العزل مهمة جدا. والملاحظ أنها في النظام الصحي للجمهورية اليمنية وكأنها مغيبة نوعا ما، العزل أي حالة إصابة في أي قرية يجب أن تحجر أو أن تعزل في القرية لا داخل ولا خارج، بالتالي نمنع تفشي الوباء إلى قرى أخرى أو عزل أخرى. طيب بحسب اطلاعك الآن في هذا السياق، هل يعني ما هي أبرز المحافظات المتضررة من مسألة الكوليرا خلال هذه الموجة القادمة أو الحالية؟ طبعا تعتبر محافظة أوب إد المحافظة الأولى من حيث عدد الوفيات وعدد الإصابات، وهي لها محافظة ريما. هي المحافظة الثانية إذا ريما. ايوه محافظة ريما المحافظة الثانية بإجمالي 31 حالة وفاة و2000 حالة استباحة الآن. أشكرك إذا سيد محمد سعد منسق الصحة و الإصحاح البيئي في جمعية الهلال الأحمر، كنت معنا على الهاتف من ريما. تحدث السيد سعد حول عدد من النقاط من أبرزها، على أن هناك حاجة لدور أكبر للمنظمات فيما يتعلق بمكافحة وباء الكوليرا ومواجهة هذا الوباء في مناطق يعني تواجده، وتحدث على أن هناك نوع من التنسيق بينه وبين الحركة الدولية للهلال وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهناك محاولات للتنسيق للتدخل بالشكل المناسب لتولي الجانب التوعوي والصحي. يتحدث على أن هناك في ريمة تحديدا هناك خلل كبير جدا في منظومة الصرف الصحي، ولا بد في هذا الإطار أو في هذا السياق من تدخل الجهات المعنية في سياق تحسين هذا الوضع وإيجاد المراكز الخاصة لاستيعاب العديد من المرضى. كذلك كانت قبل قليل معنا سيدة اسمهان محمد من تعز، وتحدثت عن الوضع هناك وكيف أن الأوضاع الأمنية الآن باتت تزيد بشكل أكبر من صعوبة وصول وصعوبة قدرة المعنيين في تعز بشكل عام على مكافحة وباء الكوليرا خلال هذه الموجة، التي تعد من خلال الكثير من المصادر على أنها الموجة الرابعة الآن فيما يتعلق بالوباء، خاصة مع توقف بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية عن العمل، أو على الأقل أنها لا تعمل بشكل مناسب، وإن كانت هناك أخبار في مناطق أخرى في البلاد على أن هناك نزول ميداني، مثلا في صنعاء هناك نزول لمحاولة رش أماكن انتشار القمامة وما شابه في سياق محاولة مكافحة هذا الوباء. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد شكرا بالبداية على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.